ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. توفي شخص مساء أمس الاثنين 22 غشتين الجاري وأصيب آخرون بجروح وصفت بالخطيرة في حادث سقوط عارضة إسمنتية ببناية قديمة تحتوي على مقهى بمدينة طنجة. المعطيات الأولية تفيد أن بعض المواطنين كانوا يحتسون فنجان قهوة في باحة مقهى عمومي بالقرب من قنطرة بن ديبان بمدينة طنجة قبل أن يصدموا بالحجارة تتساقط تباعا على رؤوسهم بسبب تفكك عارضة إسمنتية بنافذة البناية القديمة التي يتواجد فيها المقهى الذي شهد الحادث. ذات المصادر أكدت أن العارضة الإسمنتية وقعت بشكل مباشر على رأس مواطن يبلغ من العمر 55 سنة وتسببت في مقتله على الفور، فيما أصيب اثنين بجروح وصفت بالخطيرة نقلوا على إثرها صوب المستشفى.